اخي يا بنتي هو التاكسي فين يا اللي حلي من الطريق ما باش ما نعملش سمينة عنده موجود جيت على عبد الله ماشي بيبي انا غرفتي تحت الارض وما بسمعش بقول الحمد لله اللي ماشي ماشي يا الله مرتين هذه فوتونا على الباص ونزلونا كثير قريبة علينا يعني صرنا ما عملنا من الليل كل يوم ما عملنا من الليل وأنا كثير تعبانة وما عاد في عنا إمكانيات إني أضل يعني حتى ابني اللي عمره 6 شهور اللي مفروض يكون مش مدرك لهالتفاصيل كنت عم بصدم إنه عم ينقز وعم يبكي لأنه بصراحة في شيء مش قصص طبيعي بالحدود يعني لهون ونحن منشحشين في الأغراض وفي الأولاد يطرين فرجات